أسهل طريقة إلى رسم الأيلاينر بثلاث خطوط فقط للمبتدئين. لكن قبل بدأ الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط اللايك للفيديو. كثير من البنات تعاني من رجفة الإيد عند رسم الأيلاينر ويكون الأيلاينر يعني عين تختلف عن العين الأخرى. شوف بهذه الطريقة، أول شيء نرسم خط بهذا الطريق، بعد ذلك نرفع الخط. انتي شو يعني تردين الايلاينر طويل قصير حسب انتي تحبينه، وخط ثاني قصير. بعدين نصل هذا الخط، نصف الخط الطويل اللي داير رسمتي بهذا الشكل. بعدين نصل هذا الخط لنهاية خط صغير. بعدين رسمنا وكملنا الأيلاينر حوالي إلى منتصف العين ونملأ الفراغ بكل سهولة. أنت طول الأيلاينر حسب أنت تردينه يكون طويل أو قصير، أنت رسم الخطوط حسب يعني العين أو أنت مزاجك شو ترتين تحبين تكون الأيلاينر. بهذا الطريقة رسمنا أيلاينر سهل جدا وبسيط، وهذه هي النتيجة النهائية. بنات كتبوا مشكلة تعانون بها عند رسم الأيلاينر وهل يضبط عندكم من أول رسمة أو لا. بهذه الفيديو إن شاء الله تعلمتوا طريقة تكون سهلة جدا ويكون رسم الأيلاينر متساوي في كلا العينين.